صغارا. إن شاء الله دوما تامين والأمين في حضن الوطن مجتمعين. الفجقة سقطت على أيادي جيش الأسيوبي، والمجلس السيادة أو مجلس السيادة الانتقامي يحل كل الوزراء. لازم تعرفوا الكلام ده، ولازم الحتة دي تدخل لكم. اللي بيفهم بعقله يفهم، اللي بيفهم بمبعارة الليلة يفهم، بس كل الطرق اللي بتفهموا بها الليلة بفهمكم بها. وغير الحل ما في، غير البل ما في حل. الفجقة سقطت، أبقوا رجال أمشوا ردوها. مجلس السيادة حل كل الوزراء، أبقوا رجال وأمشوا يشكشكوا قدامهم، ما بتقدروا يا حوارات يا صجمانين. والكلام ده معني بالشيوعيين والبعثيين وكل الصعاليك اللي بمرقوهم بيمشوا بالشكشكه فوق القياده. مجلس الوزراء حقنكم يا وداك حلو، يا صعاليك ويا صعلوقات امشوا تاني القياده العامه، امشوا امشوا زي ما بلوكم يوم 29 رمضان الفات قبل يومين ده ولا 3 يوم ده، امشوا تاني بتنبلوا. واسيب بقول عليكم الناس اللي كانت مشهد القياده العامه يوم 29 رمضان هي دي دعوه بتاع الشيوعيين وبعثيين، بس دعوه بتاع الشيوعيين وبتاع بعثيين، وجزء بسيط من الشباب كانوا وطنيين وكانوا مخلصين وتم خداعهم بالشعارات الرنانه والشعارات الجميله. لكن درجاكم والبنات صاحيات، ما البنات نيام، والله درجاكم البنات صاحيات، درجاكم خليه يدرجوكم، تستاهلوا الدرج لانكم كلكم عباره عن صعاليك وعباره عن قليلين ادب، تستاهل البل يا زل، تستاهل البل. لا نستعطف معكم، خلي من دعوكم وقالوا لكم اخرجوا بدعنا الله فاض القاعدين برا السكارى الحيارة والشيوعيين اللي غشوكم، خلوهم ينفعوكم، خلوهم ينفعوكم. قلت لكم يا جماعه ما تدعوا الناس، والله الحكومه دي والله ما بتسقط بمظاهره ابدا، مظاهرات مسقطه ما في، بتقتلوا اولاد الناس وتتاجروا بدمهم، تسبقون حق الشهيد حق الشهيد. يلا امشوا جيبوا حق الشهيد، امشوا جيبوا حق الشهيد عشان لحقوكم لهم، انتوا زادكم يا اولاد دبر، امشوا امشي تستاهل الركوب، اصلا غير الركوب ما بتنفع نهائي، كلكم عباره عن صعاليك بس ودعوه بتاع الشيوعيين. وسميته قال منظمه اسر الشهداء، ديل الشهداء انتوا بتتكلموا عنهم يا 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 كلاب، يا الشهداء بتتكلم عنهم، يا الشهداء، الشهداء كلهم جبتهم ديل بتجربهم تجاره، وجبتهم من قشم بيت واحد، جبتهم كلهم ديل عيال البحر، ما جبتوا كل عيال الشعب السوداني، ولا قاعدين نشوف كل امهات الشهداء متنوعات، ولا قاعدين نشوف كل اباء الشهداء متنوعين. يا كذابين يا منافقين، حتى في الاعلام وعندكم برامجكم الاعلاميه طول شهر رمضان بتمشوا لاسر معينه بس، بتمشوا لاسر معينه بس. لم نشوف ام شهيد من دارفور، لم نشوف ام شهيد من الشرق، لم نشوف ابو شهيد من كردفان، لم نشوف ابو شهيد من الجزيره، كلهم جبتم لنا عيال خرطوم بس، عيال خرطوم، وكلهم عيال نخب، كلهم عيال شيوعيين وبعثيين بالتحديد، وكلهم صعاليك. اما اليوم ده درشوكم في القياده ديل شيء ديل شغل، خليه يدرشوكم، خليه يدرشوكم يا صعاليك، كلكم شيوعيين وكلكم بعثيين وكلكم علمانيين، وكلكم علمانيين، تستاهل البل، تستاهل الدرش. اقولها الان هنا بكل شجاعه، تستاهل البل. ولو رجال ثاني يمشوا القياده، ثاني يدرشوكم، ثاني تندرشوا بس، لانه غير الدرش ما في حاجه بتنفع معاكم يا صعاليك، لانه كلكم سايقنكم لخط جغرافي معين، خط جهوي، وكلكم سايقنكم لخط عرقي برضه معين. ده انت مسؤولين فيها، قال قله ادب. ثم خرجت واحده والذي عنده الجنسيه البريطانيه، والذي وقت عنده الجنسيه البريطانيه اللي بودي القياده شنو؟ دي قياده دي ولا دي بارات؟ بارات بتاع سيكسي ولا بارات بتاع مريزه؟ ولا بارات بتاع بيره؟ اللي بودي هناك شنو؟ معناته اجنبي. اجنبي تقرب للقياده يقول لك يا زول طوالي تندرش. يدرشوك طوالي يا زول، يدرشوك الله كان يدرشوك بارباجي. مش يدرشوك بكلاش. ولو الصفوق ده هم بعثيين وشيوعيين موجودين داخل الجيش، مفروض يدرشوك بارباجي لانك اجنبي. اجنبي ما عندك حق، امشي ظاهر في بريطانيا هناك. امشي ظاهر في البارات، امشي ظاهر في محل السكسي. اللي بيدخلك القياده العامه شنو؟ طلعته قال، وفي ناس فرحانين. في ناس فرحانين، قال والله السفاره البريطانيه دخلت قال محامين، يدي فيكم وفي بريطانيا، كلكم يا كلاب. انتوا فاكرين بريطانيا بتحل لكم حاجه؟ ولا المجتمع الدولي بيحل لكم حاجه؟ والله خير يعذبوكم
ويجعلوكم أسوأ من ليبيا وسوريا، أو يطبقوا فيكم السيناريوهات كلها، طبقوها في 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 العراق، وطبقوها في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن، والله والله لن يقدموا لكم شيء، لن يقدموا لكم شيء يا صعاليك، لأنه بريطانيا لو دارت تحسم الفوضى دي هي قادرة تحسم الفوضى، تقبض كل العسكريين المدنيين دول تودوه مليون ده يا زول، كلهم بتكتلوا، لكن ما بتسلمك بلد، ما بتسلمك بلد، دار البلد تخش في نزاعات، دار البلد تخش في نزاعات. وولدكم ده شابقين عنده جنسيه بريطانيه، زمان ما مطلعين السوداني ثوري، هسه طلعته بريطاني خلاص؟ بريطانيا علاقته شنو في القياده العامه؟ اندرج طوالي. ولو في فرنسي في الماني شايل جنسيه امشي القياده العامه برضه تندرش. والله ندرسك ولو جاء ابوك ندرش، جات امك تندرش، امشي القياده العامه. اجانب كلكم يا كلاب. شايلين جنسيات بتاع دول اخرى. وبتجي في السودان وباسم السودان، وده انه الظاهر في القياده العامه ممنوع الاقتراب التصوري يا ذول، بوديك هناك شنو؟ تتردموا بس، تتحشى بس، تنبلى بس، وخلي بريطانيا تنفعك، او خلي جنسيتك البريطانية تدخلك الجنة، خلاها تدخلك الجنة، وخلي بريطانيا تجيب حقك، بريطانيا شنو تجيب حقك؟ بريطانيا دي ما انتهكت عرضك يا وسخ، كلك والصعاليك اللي معاك كلكم، بريطانيا دي استعمرت السودان كم سنة، بريطانيا اغتصبت النساء، بريطانيا شارت حقوقنا، بريطانيا مارست العبودية في ابهاتنا وفي اجدادنا، كلنا كشعب سوداني يا صعاليك. قال تفتخروا الليله بريطانيا تجيب لك حقك، حقك شنو؟ بريطانيا نياكت امهاتكم في السودان ده بشكل عام. نياكت امهاتكم وبالتحديد النخب، بريطانيا دي نياكت حبوباتكم نياكت امهاتكم يا خوالات. تنكروا الكلام ده في الاستعمار دي بريطانيا، تجيب لك حقوقك شنو؟ بريطانيا دي شالت امهاتكم ده خلوهم بغسل السراويل للخواجات. البريطانيين دي ذاته بالتحديد بغسلوا السراويل للخواجات وبعملوا لهم الشاي. والتعلم تتهدي المكتوبه هنا دي مساكن. دي هنا ده في ناس بيفتكروها اسد، دي ما اسد، دي ازوم اسمها تي يا زول، تي بالانجليزي، بالعربي الخواجه اول ما يشوفك زي ده تعمل شاي، انت عامل بتاع شاي للخواجه، بريطانيا شنو بتجيب حق زول؟ وقال فرحانين قال، تفرح على شنو؟ فجم رباتكم يا اولاد العزبات، تفرح على شنو؟ تفرح على شنو؟ درج بس، اي صعلوك امشي القياده درج بس، القياده ماشيين لها لشنو؟ معليش 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 ما عندنا جيش. ها؟ نسيت الكلام ده؟ ما عندك جيش، والبوديك القيادة دي شنو؟ في 2019 كان في القيادة دي عملوا لكم شنو؟ عملوا لكم ديسكو؟ عملوا لكم حفلة ديسكو في القيادة؟ ما بلوكم بل، ما قشوكم قش، لما من الزعل بكينا عليكم، البلاكم وقشاكم ده منو؟ ده ما برهان وحميتي، هم البلاكم وهم القشوكم، نسيتوا الكلام ده ولا شنو؟ البوديكم القيادة دي شنو؟ والقيادة دي ما فيها برهان وفيها حميتي، وفيها كباش وفيها سرعاتة، القيادة دي فيها منو؟ القيادة العامة المشهد الولادي 2019 مش درجوكم ونحن خارج البلد دي بكينا عنكم ولا نسيتوا مش حشوكم حش مش قشوكم قش وقاعدين تكركوا الوداكم لا شنو ولا مس الوداكم لا شنو صح عليك لأن ما وزعوا لكم فيها ورود وزعوا لكم فيها بل ودرجوكم فيها درش ومشيتوا ثاني لا هناك مشيتوا ثاني لا هناك يا صح عليك لأنه ده الخط بتاع الشيوعيين لأنه ده الخط بتاع الشيوعيين لأنه في جزء من ضباط الجيش هم شيوعيين وهم بعثيين في زول طبعا منكر الكلام ده، من الله خلق السودان ده؟ والانقلابات اللي بتحصل بتتم ما بين الاحزاب وما بين الجيش، ما بين ضباط الجيش، ما بين الاحزاب وما بين ضباط الجيش. لانه ديل اسلاميين، ديل بعثيين، ديل اتحاد ديمقراطي، ديل شيوعيين، ديل جين احمر، زمان الشيوعيين ديل اتفقوا مع ضباط عملوا انقلاب. وثاني نميري مجا معاهم كويس، وثاني انقلب فيهم، ذكره كويس. البشير ده لما جاب انقلاب، الحاضنه حقته كانت الاحزاب. انكروا الكلام ده؟ قولوا الكلام ده كذب عبود نفس الكلام ما بتتفقوا كده تتفقوا كده وبتهتفوا ما عندنا جيش ما ليش ما عندنا جيش وبلوكم في محل الجيش وتاني بتمشوا محل الجيش تاني خليه يبلوكم تسال البل والله تسال البل لانكم صعاليق وصعلوقات كلكم كلكم عباره عن صعاليق وصعلوقات تترشى بس وتتحشى بس بلاش قله ادب لكن هدفكم كان هدف سياسي كان هدف سياسي بحت ظنا منكم بانه يا جماعه والله ما عندنا اي حل اللي رجال امهاتنا اللي بيسموا بالجيش ديل رجال امهاتكم عرسوكم للمره الثالثه عرسوكم للمره الثالثه يا صعاليك وتستاهل العرس تستاهل العرس مشات هناك ظن منكم الشيوعيين والبعثيين اللي في داخل الجيش ممكن يعملوا انقلاب وممكن يعودوا دوله النخب بقياده الشيوعيين والبعثيين والاتحادين الديمقراطيين الكلاب المفنقسين لمصر والمفنقسين للاتراك والمفنقسين بقول لها شنو؟ مفنقسين للامارات كلكم خونه دارين تعملوا الكلام ده صح؟ ما بتلقوا يا فارات ما بتلقوا نهائي ما بيحصل لكم
زمان حاج احمد بيقلبها في حاج محمد، حاج محمد بيقلبها في حاج احمد، شغالين كده بس من الله خلق السودان ده، وزول بحاسب الثاني ماف. لكن الدورة دي زول جاكم كوكو، جاكم بلة، جاكم ولد ابوك، كل الوطن جوا خالص، ما عندكم اي حل، ما عندكم اي حل، سيك سيك معلق فيك. دارينا ديمقراطية حبابكم 1000، دارينا عسكرية حبابكم 2000، دارينا صراح حبابكم 300 ألف، دارينا شنو؟ دارينا دواز بسكاكين ناكل حبابكم مليار، اختار دارينا بس دينار ودي زب الحمار. شوفوا اللي بينفع معاكم بس، شوفوا اللي بينفع معاكم يا شويعين يا نخب يا كلاب. والان اكثر نخب معرصين وشغالين بلبله هم الشويعين وهم البعثين، ما في غيرهم. والاتحادين الديمقراطيين ديل العماله والارتزاق لمصر، ديل اللي هم الان شغالين بالشقشقه في البلد دي، المعرفه الكلام ده اللي عارفه. والشويعين خامين الناس باسم منظمه الشهداء، منظمه اسر الشهداء. يا تشهداء يا تشهداء يا تشهداء، اذا كل مؤتمراتكم اللي بتعملوها صحفيا وكل تمجيداتكم وكل لقاءاتكم الصحفيه وكل الشوارع سموتها باسم الشهداء كلهم عيال نخب، والله ما لقي زول فيهم من دارفور. لما دارين عملوا شارع باسم زول من دارفور عبد العظيم، الشهيد عبد العظيم، رفضته، رفضته يا كلاب، رفضته يا خوالات، قمه العنصريه. قاعات في الجامعات سموتها باولادكم بس بتاع النخب، دي اسمه توثيق، توثيق كاذب، عشان بعدين لما يلقوا شارع ده باسم فلان، شارع ده باسم فلان، وسيرته الذاتيه يلقوا تابع لبقعه جغرافيه معينه. والثاني داخل من دارفور ما بيلقى اخوه، اللي من كردفان ما بيلقى اخوه، اللي من الجزيره ما بيلقى اخوه، اللي من الشرق ما بيلقى اخوه، ما بيلقى موثق. ده فاهمكم؟ نفس الكلام ده الان منظمه اسر الشهداء. دي عباره عن تجاره، والمصدرين المشهد فوق اعلاميا واللي بيتكلموا واللي بيودوا مؤتمرات، المودين مؤتمرات. ده المنو كلهم شويعين، كلهم باعثين، وكلهم دل بيقول لهم شنو؟ كلهم نخب يا صعاليك. مفروض تسوقوا معاكم ناس اسر الشهداء الحقيقيين، وبعدين انتوا زادوا 200 بيقولوا اسر الشهداء. في ناس اسر الشهداء من 89، في ناس اسر الشهداء من 56، انتوا 200 بيقولوا اسر الشهداء. بيقولوا اسر الشهداء 200. ها؟ بيقولوا اسر الشهداء 200 يا صعاليك. والمساكين بيشيلوا وبطبلوا وبيشيلوا بصدقوا. جاري ساكت انتوا ناس طير ساكت، والله عمركم ما تفهموا. عمركم ما تفهموا. نجي للنقطة الثانية، برضو بتتعلق بهؤلاء المجرمين، بهؤلاء الصقمعنين. اللي هي خامين جزء من المغفلين من دارفور، ومغفلين بتاع كردفان، ومغفلين من شرق السودان. خامنهم لك بموضوع دولة كوش. ها يا دولة كوش، دولة كوش دي شنو؟ والله دولة أفريقية، ودولة نحن أفارقة، والله يحييكم أحيي الأفارقة ذاته يا، ده ما كلام حلو. لكن أنت ما عارف نفسك في بعيرك ده قاعد يدخل لك شنو؟ يا صجماني لأنكم تفهموا بمبعيركم، ما بتفهموا بعقولكم، ما بتفهموا بعقولكم. ولو مسكت لي بتاعين دولة كوش اللي بينتموا لجغرافيا دارفور وجغرافيا كردفان بالتحديد بقول لك نحن فارقة. ولو مسكتهم الآن رأيكم شنو اللي بيحصل بين إسرائيل وفلسطين ده شنو؟ بقول لك التحية لإسرائيل، بقول لك التحية لإسرائيل، والله جد بقول لك التحية لإسرائيل. رأيكم شنو اللي بيحصل الآن؟ رأيكم شنو يطبقوا علاقات بين السودان وبين إسرائيل؟ بقول لك موافق، لازم السودان يطبق علاقات مع إسرائيل. تعال اوريك كلامك داسي من هنا ما سمح. طيب هنا خام منك ودخلوك في كوش شوت عشان يشغلوك عبد، والله عشان يشغلوك عبد، وعشان يشتغلوا بيك سياسه فرق تصد ضد مجتمعاتك يا مغفلين. افهم الكلام ده كويس، افتح مباعيكم دي وافهم كلامي ده، لانكم ما بتفهموا الا بالمعق، ما بتفهموا الا بالبل، ما بتفهموا الا بالدرش. فانقوزوا عشان تفهموا بالتحديد الخام منكم يا المغفلين بتاعين بتاعين كوش من دارفور ومن كردفان. اسمع الكلام ده كويس. هسي لو قال لك رايك شنو مع اسرائيل تقول الله ينصر اسرائيل على فلسطين. ديت المغفل بتاع كوش اللي بينتمي لجغرافيا دارفور وكردفان. رايك شنو السودان يطبق علاقات مع اسرائيل تقول موافق. تعال امسك المغفل الكواليه كوش بتاع جغرافيا النخب ديت. قول لي رايك شنو الان؟ امشي شوف اللي بيدعي الان واللي بيجمع تبرعات بانه يودوها للشعب الفلسطيني ده منو؟ ده المعرس المعاك في دوله كوش. المعرض اللي معاك في دولة كوش بتاع 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 بقول شنو؟ بتاع النخب القاعدين في الخرطوم ديل وامتداداتهم اللي بتمتد للجغرافيا الاخرى، لجغرافيا الشمال بشكل عام، اقصى الشمال هناك مع حدود مع مصر، الان هم واقفين مع فلسطينيين، وانت مغفل بتاع كوش. طيب هنا ده ملماك، هنا ده ملماك عباره عن عبد، هنا لماك عباره عن استعبدك، هنا لماك عباره عن يمارس فيك سياسه فرق تصد، هنا لماك عباره عن امسك القطيع وتغتنم مع اخوانك الموجودين معك في جغرافيا واحده يا مغفل. هنا لماك، لكن انت حاليا يا بتاع كوش واقف مع اسرائيل، وحاليا موافق يطبقوا علاقات مع اسرائيل، لكن الكوشي
بتاع النخبه ده الان واقف ضد اسرائيل وداعم وداعم حركه حماس وداعم الفلسطيني. النخباوي ده بتاع الكوش ده رافض تطبيق العلاقات بين السودان وبين اسرائيل. هكذا اتفقتوا ولا اختلفتوا؟ عرفت نفسك؟ عرفت نفسك بان انت مجرد عبد مستخدم منك؟ عرفت نفسك مجرد زول قاشينك ساي؟ عرفت نفسك مجرد زول بالنك في المعارك ده؟ عرفتوا ولا ما عرفتوا؟ لكن عمركم ما بتفهموا زي ما قلت لكم، لانكم بتفهموا من بعيركم. عشان كده فانقزوا واسمعوا كلامي ده. فانقز ما تسمع كلامي بحضانك. ناس كوش، ناس كوش قطاع دارفور وقطاع كردفان، فانقزوا واسمعوا كلامي ده من بعيركم، ما تسمعوا بيضنكم، لانكم ما عندكم فهم، يا مغفلين. خم منكم ولا منكم ايتو ناس كوش، ناس كوش، وناس كوش ده لسه مع اسرائيل. عفوا، ناس كوش بتاعنا النخب.